تبارك الله على ابو ادريس. سي عمر والشباب خوت في دير سي عمر. تبارك الله هذا الموسم ما سخيناش بها ابو ادريس. ما سخيناش بها اخويا، ولكن انا غادي نوري الجمهور ان شاء الله. تمشي معايا دابا غنوري الجمهور الفنادق اللي كيتباعوا فيهم البهايم نهار الليله اللي كيبغي يعمر السوق، ونوريهم القزاره وتشوف الجمال مذبوحين وتشوف القزاره وداك الشيء. يا سلام، والناس كيحبونا تما، والناس اللي كيبيعوا هذا الشيء ديال اللوز والقرقاع اللي كيديو الناس من هنا، كيديو كطبيعه ديال الوالدين كباروك نقولوا حنا، واش فهمتي؟ كيديو من هنا يشربوا بها تاي، وكاينه واحد الحلوه ومولاها معروف غنوريه للجمهور، معروف من طالب عن الصعيد، عن الصعيد العالمي. وغنوري للجمهور هذه هي البلاصه اللي كنت كنبني فيها انا ملي كنت كنجيب الخيل كنركب هنا. انا راه معروف هنا، هذا الوليد راه بعث لي هذا العود، ها هو فينا دابا. شحال تكون دابا؟ شي 11 عام. تبارك الله على المقدم ديالنا، تحياتي. 9 سنين بحالك هكا، شي 9 سنين ولا 10 سنين باش بعثوا لي صغيور، هو كان صغيور، هو دابا تبارك الله كبر وولا مقدم ديال الخيل. الله يسهل عليه ويزيد به القدام، والله يعطيه ان شاء الله مسيره موفقه ان شاء الله. وهذيك راه هي البلاصه اللي كنا كنبنيو، وهذوك الشجرات راه كان يبني فيهم عبد الحق الله يرحمه وبو عياد، شتي هو ومحمد الشيد ميو والناس، الله يرحم الله يرحم، كاين الله يرحم. الجوكر ديالك ابو ادريس. وهذه البلاصه هنا كنا كنربطوا فيها البهايم ديال البيع والشراء هنايا، سمعتيني؟ كنا كنربطوا البهايم ديال البيع والشراء، تما كنديروا الخيل ديال السناح اللي كنا كنركبوا عليهم، والخيمه ديال الكراكا راه هي هذه، ها هي شتي؟ هذه ديال الكراكا. ويلا اسيدي نمشيو نوريو الجمهور السوق، ونوريو الجمهور ان شاء الله الفنادق اللي كيتباعوا فيهم البهايم. ايوا كاين اللي باغي هذا الشيء راه قال لنا وريه لينا. سي عمر، هذه البلاصه كان يبني فيها با كوكو، هو سي ابراهيم كان. تحيه لسي ابراهيم من هذا المنبر، تحيه للناس الصويره، تحيه للناس قناوه. هذه هي البلاصه ديالو، هي كان يبنيو هنا، هذه بلاصه الجامعه كان يبنيو فيها هما. الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك، الله يسهل عليك اخويا، الله يحفظك، الله يسهل عليك. سير اخويا سير. مرحبا بك ابو ادريس. هاد الناس راهم كيجيبوا الناس كيديو الماروك. اي هنا كنتبعوا المواسم كاملين. كنتبعوا المواسم كاملين ديال الكراكا. لا ما كانش ابو ادريس معمر لنا المواسم بالخيل ما كنفرحوش بها. الله يحفظك. السلطان ديال المواسم هو هذا الراجل. والله يحفظك. بالخيل ديالو وبالمعرفه ديالو وبالطان ديال المويره. وحنا راه متبعين ديالو في الصفحه، واحسن صفحه نقيه اللي كنشوفها انا والوليدات ديالي ومولات الدار والواليديه هي ديال بودريس. كيعاوني لنا فيها قصه زوينين وحوايج زوينين دول الزمان، وفي زعامنا على الوقت وكنفكروا الحاله زينه. وكنفكركم في الوالدين. الوالدين وكيوصي على الوالدين، هو مرض الوالدين الله يزين لي السرعه. وشوف اسي عمر. وبعد اذا عنده شي عاود من طنجه لبويله الله يدخلوا لي بالربح، انا كنتعب معكم من الكراكه. سير ابو ادريس الله يفيض عليك الله يسهل عليك. الله يعمل الصفحه ديالك، تجيب هذاك الذهبي الصندوق الذهبي ان شاء الله في الركراكه، وراك مسقي ومرضي الحمد لله. وخيلك عمره ما تعطر في البجبل الحمد لله، وخيلك عمره ما تجوع امين. والله يلاقيك مع ذوك الناس الزوينين اللي كيعطوك الخيل ويتصابروا معاك، والعود مالك والمتتبعين ديالنا اللي في هذه الصفحه. اي الله يسهل عليك. انا كنطلب ليهم من هذه البلاد السعيده الركراكه، الله يسهل عليك. غنطلب ليهم اللي ناوي شي غرض الله يعطيه ليه، وحاجه غنطلب ليهم هي الكبيره الله يعطيهم على صحتهم امين يا رب. باينه صحيحه ما تقهرش والله يكبر الدراري الصغار بطاعه الله ورسول الله، والله يهدي الجميع والله يقضي غرض الجميع. وتحيه الصفحات النقيه الله يسلمك، الصفحات المشرفه.
والصحافات اللي كتحيد البروتوكول كتجيب انت الشعب. الله يسخر. بحال بوادريس والله يزين لي الحاله. آمين. هو وليداته ودريته وصحابه ودوك الناس اللي كتجي عندهم الفاس ومكناس وطنجه وقنيفره وهذوك الناس موين الخير اللي كيفرحوا بك في الفوارم ديالهم. الله يلاقيك معاهم بالخير. الحمد لله. وهاد المره ما يتعمر جيب الراد في شي بير ما قول تحيه لمويسي. الله يسخر. انا نفرح. انا راني حدا احمد. تحيه لحمد. تحيه لحمدكم. وتحيه للسيكاسات العارفه. الله يسخر. تحيه للعود الملكي. وتحيه للحداد. هاو. هاو مسكين. ايه عمر يبدا. ها الحابر. الناس الاصيليين ها الوجه يوريك. رزق الحاله رزق الحاله. الناس اللي كتاكل على الحاله. الصبيحه ديال هنا سي عمر. الله يا عمر هذا. وسير ابو ادريس الله يديك. يديك من الركراكه فرحان. هات اخويا ها الصبيحه ديال هنا شو سبحان الله العظيم كي مخدومه. هنا عندهم الحجر ابو ادريس. ايوا هذه هي الصبيحه كيديروها للبهايم باش ما يتوشوش ربي. ها الاخرى هذه ديال السلاح. هذه ديال السلاح. وا ابو ادريس قال لك لا دخلتي للشياد مالك ما تزاد. لا تزاد. الله يبارك. الله يدخلوا عليك بالربح. امين. الله يدخلوا عليك بالربح. امين. شدوا بالصحه والسلامه والتيسير. الله يخلف عليك. الله يعاملك تشي من ركراكه فرحان. امين. الله يسهل عليك وانت انتوما تشوفوا فرحان. تحيه للجميع المتابعين في قناه الكبيره. الله يحفظك خويا. الله يسهل. ويبدا غيتلاح الفيديو. ان شاء الله. طلب علينا باش نشوفوك. راه باقينا باقينا معاه. ولد حلاق في الدرب. لا تعمل لا لا حنا بغينا نوريو على الجمهور كيفاش كيجيو البهايم هنا وكيفاش كيباتوا. هاد البلاصة هنا سي عمر كيباتوا الحريفية. سمعتيني؟ ها هما الحريفية كيباتوا هنا ومعروفة هاد البلاصة قديمة وهاد البركة باقا في هاد البلاد. سمعتي سي عمر؟ باقي الناس كينعسوا في الطبيعة ديك اللي كانوا خلاو والديهم. هاد المحل كنعرفو حنا شحال من عام. تعالى. هاد البلاصة هنا كيباتوا فيها البهايم. كيباتوا فيها الجمال. سمعتيني؟ ها الناس شوف باقا الحصيرة وباقي داكشي هو هذاك. كيباتوا فيها الجمال هنا. والحريفية هنا هذا الجامع كيصليو فيه شتيه. هذا هو الجامع. وهنا سي عمر كيباتوا فيها الجمال هادي هنا فندق ديال الجمال. شتيه؟ هذا فندق هنا ديال الجمال. وهذاك اللي ملهي فندق ديال البغال والحمير حاشاكم والخيل. وهنا الجمال هنا كتكون عامره الدنيا بالجمال هنا. سمعتيني؟ وهنايا هنا كيديروا دوك الحميرات بوكسات ديال الحميرات. شتي بوكسات ديال الحميرات. ما عرفتش دايرين هاد الحجر هاد. هذا كيبنيو به هذا الشيء كيبنيو به كيديروا العود. كتكون الحال سخون هنايا باش حتى ما تصبش داك الشيء عندهم. سبحان الله العظيم. مالشي شي مالشي. عمر الناس دابا اللي جات بغات تزور هنا كتاخذ طاجين ها بحال شتي كتاخذ الفاخر تاخذ الخضيره داخل والحيمات كيجيو عند مالي الطواجن. سي ادريس ها الخضرة السوق ديال الخضرة هو هذا شتي ها موالي الخبز هنا كيمشي ياخذوا الخضرة وياخذوا الطاجين وياخذوا الطاجين. سلام الله يعاونكم. والناس السلاعية هذا راه صاحبنا كان تقداو عندو كل عام. هذا من سولت عليه. هذا راه صاحبنا انا جاي عندك نيت انا جاي. هذا راه صاحبنا كل عام كان تقدا عدد مرضي الوالدين. كيدير الصحيحة بعدا. هانية احنا نكملوا واحد الفيديو ونجيو عندك. الله يسخرها. الله يسهل عليك. الله يحفظك. ها انت اخوان هذا كيطاجي بالطواجن كتجيب ليها الحيمات وداك الشيء وهما كيطاجين هنا. هنا فيك يقولوا لكم هذا هو عندك. نعم؟ لا ما بقاش بغاهم غير
هذا القزاز صاحبنا واحد تقريبا واحد 16 20 عام تقريبا جاي شي 20 عام ياك زياده او زياده صديق ديالنا وكنتقداو عند الحيلات وكان كنقيدو عبد الكتاب حتى نهار اللي نبغي نمشي وكندي عندنا البركه وهذا القزاز وتحيه للقزازه ديال حدره كاملين السلام عليكم. الله يحفظك. 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 السلام عليكم معلم الله يعاونك. هادشي باقا صغير تبارك الله. 16 هادشي باقا صغير تبارك الله. الفروخه هنا ما كاينش عاد الفروخه اللي مليح راسو. الله يحفظك الله يحفظك. الله يبارك. هذا صغير شي ساعه عمر هذيك الدروه ياك ابو بدري شحال كتبيع سبحان الله العظيم شو معك يا شريف؟ 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 قال انا هذا الموازن تا خليها مجموع السي عمر اشهر واحد في هذه الحلوه بلاتي اخويا اشهر واحد في هذه الحلوه ديال هذه ديال هذا الموسم هو هذاك في القلب راه هو صديق ديالنا راه وتحيه لسعيد ود المالغي انسيبك السيد هذا صديق ديالنا وراه معروف عند شي هضما راه غادي يكتبوا لي على في القلب راه هو هذا سي عمر راه اللي جا لهذا الموسم وما داش من هذه الحلوه راه بحال ما عرفناش ما دا حتى حاجه هذه هي الاكله احسن اكله عند الناس ديال الشياط ما هي هذه كاينه شياط ما ولا ما كاينش هذا هو اللي كاين هذه واللوز والقرقع اللوز والقرقع معروفين بهم راه كيقول لك الناس الاولين شياط ما كبار وصغار كويسات البنار يعجبوه في النظر وحاجه اخرى كيقول لك لا ترفد زاده بادريس ايوا سير الله يسهل ايوا زيد نوريو المشاهدين سير